حيتش غنحيدوكم كاملين واحد واحد، غطيحوا غتحاسبوا. شهاد لكم شهاد الطلبة هادو، حنا غير طلبة قرينا في لافاك المغربية، عندنا غير نظري، وغنطبقوا لكم التطبيقي وغنوريوكم كيفاش كيطبق القانون. اليوم تعرضنا أكبر شكل من أشكال تعنيف تهميش، راه فغيمون ولينا دابا عاد زدنا تأكدنا على أن الفساد ما عاش في البلاد وفي جميع مؤسسات الدولة، والكل متواطئ مع الفساد. وكنقول لكم هذا المنبر راه بنادم غادي يضرب عن الطعام، وغادي نزيدو نديرو اعتصامات، مدينة الرباط، مدينة الدار البيضاء، أكادير، مكناس، فين ما بغات توصل. فخرت حنا قلنا لكم الموت ولا المدلة، دونك ديروا اللي بغيتو، صيفطوا اللي بغيتو، ضربوا، هرسوا، بعد حنا اون فان دو كونت غادي نموتوا شهداء، غنموتوا حنا كنقولوا كلمة الحق، وساكتوا عن الحق شيطان أخرس، والتحقيق غادي تفتح وغتعاقبوا كاملين بكم، حيت هادشي اللي كديروا راه ما يبغي الله لعبدو. وربي كبير، إلا كانوا كاع الناس متواطئين ربي كبير، وغاتوصل القضية ديالنا وغنتصروا، كلمة القضية غتقال في أقرب وقت، وغتنصفنا، وإلا ما نصفتناش راه غيكون هناك حركة تصعيدية فريدة من نوعها. باقي لحد الآن كناخذوا الصورة ديال البلاد ديالنا بعين الاعتبار، كنقولوا على أن بلادنا هي الأولى. البرلمان الأوروبي ديجا خرج واحد القرار اللي حنا ضده، فما ندخلوش جهات أجنبية، ولكن هاد الناس راه بزاف، راه ما احترموا لا المعاهدة الدولية، ما احترموا لا قوانين، الدستور ينتهك علينا ولا مجيب، التعدو، الناس كلشي كيغوت، وهاد عباد الله المسؤولين. ما بغيت نقول لكم غير المنصب ديالكم راه تكليف ماشي تشريف، ما ديرش خدمتك، هاد المرة ما خصنيش نخرج نعتصم، هادي آخر اعتصام غادي يكون من طرف الشعب المغربي، حيت غنحيدوكم كاملين واحد واحد، غطيحوا غتحاسبوا. شهاد لكم شهاد الطلبة هادو، حنا غير طلبة قرينا في لافاك المغربية، عندنا غير نظري، وغنطبقوا لكم التطبيقي وغنوريوكم كيفاش كيطبق القانون. عارفين راسنا غناكلوا الدق، عارفين راسنا غادي نظلموا، عارفين راسنا غيوقعوا لنا بزاف مشاكل، حتى مي بارون اليوم غادي يكونوا مقلقين مني، كنعتذر منكم ولكن ما غاديش نسكت على حقي. وهاد لكم شهادي، وخا نكونوا غير خمسة، قسما بالله العلي العظيم حتى يا الموت يا سوف يطبق القانون على هاد الفاسدين واحد واحد، وما كنخافوا حتى شي واحد. صافي انا ما عمرني تعرضت للعنف في الحياة ديالي، ولكن ما عنديش مشكل على أنني ندافع على قضيتي بكل شجاعة، ولي من الصبر ما يكفي.